سحر حقيقي يعني. لكن شوف الاسبوع ده بعد ربنا يختصر بيه شيل العكاكين شيل اي حاجه يضرب. بس كاكين قال لهم قطع كاكين عديل كبير ما في حل. السكاكين بكل شيء ما في طريقه، بالبلدوزر ما تقدر تعمل حاجه. لكن يا اخوان انظروا وهنا تظهر معجزه التوحيد. وتبطل السحر ولا يفلح الساحر حيث لا. يقول الشيخ قال يلا جاي من بلاد العرب وما مقتنعين بكلامنا ده، يلا شيلوا عكاكيسكم وجربوا. الشيخ عادل قال ما محتاجين له عكاز ولا اي حاجه، بس وقف لنا زلكم دمينا. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه تفتفل على الزول طار زي ورقه العشر. شوف المشى هنا كيف. شوف التوحيد هنا. لا راجع تاني الواحدة ما كفت. الله أكبر. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لا. قال لي هذول أنت تكون جماعتك دي تدوك مدد. وضعت بيعمل الساحر ده قال مسلم وشغال في القرآن بيزعم، لكن قال لي بكون جماعتك دي تدوك طاقة زيادة. قال لي طيب جيب لي ناسك الشحام في دول كله موقفهم بالصف. أجدع واحد أخذ طفلتين بس شايف واحد. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل